كيما المغرب. لكن حنايا بالنسبه لنا ما لعبناش كره اليوم، ما خرجناش نلعبوا في الكامبو، رجعنا للور، ولا كنا دخلنا الكامبو. يعني كرواتيا كتخسرنا في الميديو ديالنا داخل. ولكن بالنسبه علاش ما نخرجوش حنا نلعبوا الكره؟ لو كنا خرجنا لعبنا الكره كنا حنا نغلبوا، ما يمكنناش ما نغلبوش. حنا عندنا ملاعبيه، عندنا اي حاجه، عندنا الوسط، عندنا الاستريموس، عندنا الديرانتيروس، عندنا كل شيء. السلام عليكم. تفرجنا في الماتش ديال المغرب مع كرواتيا، صراحه كانت المباراه كتحرق الاعصاب بزاف، ستريس ما حبسناش حتى اللقطه الاخرانيه. المهم كنتمناو ان شاء الله المره الجايه يكون خير وناخذوا 3 نقاط ديالنا، والمغرب ديما الفوق الفوق، والله ينورهم. صراحه ستريس بزاف لينا حنايا وهما اكثر. يا ربي فرحنا كاملين، ورغم الستريس ورغم كل شيء صراحه كان جو حماسي بزاف في الزنقه، في القهاوي، في كل شيء. من مدينه طنجه كنقول لكم المغرب كامل معاكم، وكل شيء كيشجعكم، وديما مغرب. احنا بحال مدن كجمهور مدينه طنجه تبعنا الماتش من القلب ديالنا، وتمنينا الانتصار للمنتخب الوطني. حتى دابا راه تعادل بطعم الانتصار، وكنتمناو كامل التوفيق في جوج مقابلات اللي جايين ان شاء الله، ونتأهلوا للدور الثاني. المنتخب كان مزيان، كانوا الدراري واقفين مزيان صراحه وتقاتلوا. الاهم من هذا الشيء كامل هو النفس باش لعبوا، وان شاء الله التوفيق. ان شاء الله التوفيق. انا تفرجت انا وبنيته ديالي في المباراه وفرحانه بزاف لان مشاو 0-0، فقعدنا امان ان شاء الله المغرب غيربح بكل فرح، وحنايا فرحانين بزاف. وكنتمنى المباراة اللي ما جات تكون مزيانه، وعاش الملك. وحنا فرحانين بزاف هذا الاداء المنتخب المغربي ديالنا، وفرحانين به ورفع الرايه المغربيه، وكنتمنى المباراه اللي ما جات تكون في احسن حال. كوم حنا من مدينه طنجه كنساندوا المنتخب الوطني المغربي، وحنا فرحانين بهذا التعادل هذا اللي بطعم الفوز، وكنتمنى فوز مباراه بلجيكا وكندا ان شاء الله يا ربي، وعندنا الحظوظ باش نفوزوا في مباراه بلجيكا وكندا، وحنا فرحانين. والاجواء هاتي اللي كتشوف بعينك، هذه الاجواء جمهور كامل فرحان. صراحه جينا نشجعوا المنتخب، وبالنسبه لنا كان اداء يعني مشرف واداء يعني جيد. كانت غير الانهاء اللي كان شويه ما كاينش، ولكن المهم على الاقل نقطه واحده ماشي بحال والو. وكنتمنوا لي التوفيق ان شاء الله في المباراه الجايه مع بلجيكا ومع كندا ان شاء الله، ويديروا شي اداء احسن من هذا ان شاء الله، وتكون النتيجه يكون الفوز ان شاء الله والتاهل للدور الناجي. احسن من الخساره، احسن من زيرو نقطه ماشي بحال كرواتيا. راه معروفه وصفه كاس العالم، ويعني منتخب راه معروف، وهذا يعني مزيان لينا. نتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله. في الحقيقه الماتش كان رائع جدا، المنتخب المغربي قدم اداء رائع اكثر من رائع. كنا كنتمناو انه ينتصر، ولكن مع الاسف الخصم كان قوي جدا، لان كرواتيا واحد الفريق اللي هو ان شاء الله قوي، ولكن ان شاء الله الحدود باقي كاينه، والماتش ديال بلجيكا ان شاء الله نحقق نتائج ايجابيه وتكون احسن وافضل. وكنتمناو التوفيق للمغربي، المنتخب المغربي، ويحيى المغرب. تحياتي. كجمهور طنجاوي الحمد لله تابعنا مقابله المنتخب المغربي. انجاز حد ذاته التعادل في المباراه الاولى وتفادي الخساره. اللاعبين المغاربه كانوا رجال، ادوا ما عليهم. المدرب كان على اعلى مستوى، عمل تغييرات اللي كنا كنحتاجوها احنا كمتتبعين، اننا كنا كنتمناوها تتحقق، وبالتالي الامل كيبقى والحظوظ كتبقى كبيره ان شاء الله. تفوق في المباراه ديال بلجيكا، وان شاء الله التاهل مع كندا. وتحيه للجماهير المغربيه، وتحيه للجماهير الطنجاويه، ويحيى المغرب، وفاموس المغرب. السلام عليكم. الماتش في المستوى لعبوا كاملين، ضاعوا فرص للجانبين، ولكن الحمد لله على التعادل. شكرا. مستقبلا ان شاء الله باغا تكون النتيجه ايجابيه ان شاء الله يا ربي، غتكون في صالح المغرب مع كندا ومع بلجيكا ان شاء الله يا ربي. نطلب الله التوفيق، لان كرواتيا فريق عتيد في لعابه في المستوى، حتى حنا عندنا لعابه في المستوى، ليمباتي مزيان بزاف. نطلب الله التوفيق مستقبلا. صراحه اليوم كان ماتش مزيون، قسموا بيناتهم التعادل. المنتخب كان باداء جيد في الشوط الاول بعض المراحل، ولكن النجاعات التهديفيه ما كانتش، وبالتالي حققنا نقطه، وهذه شي حاجه ايجابيه غتعطينا دفعه ان شاء الله باش نواجهوا بلجيكا، خصم قوي بزاف، ولكن غنجيبوها ان شاء الله قادين عليها. قولك اداء كان في المستوى وناحي ناقص طياب والسال، فهمت؟ خصو يبقى يدخل الصابرين وكذا، والتعادل في الصالح ديالنا دابا الحمد لله.
نضربوا بلجيكا ونضربوا كندا وحنا دايزين ومولاها ربي.